ونتحول الآن إلى حالة الطقس والأحوال الجوية. نعم، ينضم إلينا فيها مرة أخيرة مصطفى ميزار. إليك من جديد شكرا رجائي وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، يكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 30-18 يكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 28-18 مائل للحرارة في بورسعيد 23-17 معتدل. في الإسماعيلية 31-17 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، يكون الجو فيها حار. في العريش 24-16 معتدل. في طابة 29-18 مائل للحرارة. في شرم الشيخ 33-21 حار. وفي الغردقة 31-20 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 36 درجة مئوية والصغرى 19 درجة ويكون الجو فيها حار. في أسوان كذلك 37 درجة مئوية 20 والجو فيها حار. في الوادي الجديد 35-19 الجو فيها أيضا حار. في شلاتين 31-20 الجو فيها حار. في حلايب أخيرا 28-20 وفيها الجو مائل للحرارة. والآن متابعينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.